السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة اليوم سوف تكون خارج أرض الوطن وبالضبط في دولة أوروبية وهي بلجيكا، حيث سنقدم لكم مطار بروكسل المعروف بمطار زابنتم. سوف نحاول أصدقائي الأعزاء تقديم حلقة خارج أرض الوطن. مطار بروكسل الدولي، حيث أنه مطار دولي في العاصمة البلجيكية بروكسل، والتي تعتبر العاصمة الأوروبية، افتتح عام 1940، وهو أكبر من مطار شارلروا الجنوبي وأقرب إلى العاصمة منه، حيث يبعد 12 كيلومتر عن بروكسل باتجاه الشمال الشرقي. يحتوي هذا المطار على محلات تجارية ذات جودة عالية وماركات عالمية لمن يرغب الاقتناء منها. سوف نقوم بجولة لاستكشاف هذا المطار، وكما تعلمون في هذه الآونة الأخيرة لم يعرف إقبالا من طرف المسافرين بسبب أزمة كورونا وإغلاق الرحلات، ويعد أول مطار في بلجيكا قبل مطار شارلروا والمطار الأوروبي الرابع عشر. يعرف هذا المطار أكثر من 250 ألف حركة سنويا في الجناح ألف سنة 2006، وينقسم إلى ثلاث قطاعات متصلة ببعضها البعض منذ سنة 2015. تبلغ الطاقة الاستيعابية للمطار حوالي 35 مليون مسافر سنويا. والآن أعزائي المشاهدين، سوف نترككم مع هذه المشاهدات، ولا تنسوا دعمنا بالضغط على زر الاشتراك، وذلك تشجيعا لنا ليصلكم كل جديد.